صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وعام ويليه العام الآخر وما بين ما بينهم طبعا يحتفل العالم باليوم العالمي للوقاية وحماية الأطفال من الإساءة، وما بين الاحتفال والاحتفال للأسف أرقام ما تزال في تزايد وأرقام مقلقة فيما يتعلق بموضوع الإساءة والعنف الموجه ضد الأطفال بكافة أشكاله وصنوفه. نوعدكم أنه بفقرتنا هلأ راح نتحدث بمنتهى الشفافية عن قضايا العنف، وتحديدا القضايا المسكوت عنها، ويمكن معظمها قضايا مسكوت عنها، ولكن لما نتحدث عن عنف جنسي من اغتصاب وسفاح وإقحام الأطفال أحيانا في أعمال الدعارة للأسف غيرها، بالتأكيد هالأمور كلها مغلفة بالكثير من الضبابية وتؤخذ بالطبطبة ولملمة الأمور بالرغم من آثارها الخطيرة جدا على الطفل نفسه وأيضا على المجتمع. على العموم كل التفاصيل وبمنتهى الشفافية رح نتعرف عليها اليوم من خلال الدكتورة منتهى الحراسيس، وهي مديرة الخدمات النفسية والاجتماعية في مؤسسة نهر الأردن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح الورد. يعني يمكن وأنا بحكي حاسة صوتي عم برج، لأنه بالفعل يعني هذا الموضوع مؤلم ويعني مقلق ومقزز حتى إذا ما نفكر فيه. صحيح. يعني دائما نسمع جرائم ترتكب بحق الإنسانية بشكل عام، يعني الدول أحيانا ترتكب جرائم بحق مواطنيها، الحكومات، العصابات، ويجب أنه دائما تكون محل إدانة واستنكار من قبل المجتمع الإنساني. لكن لما نتحدث عن جرائم ترتكب بحق الطفولة، هون لسه الموضوع كتير أصعب ومؤذي أكتر. يعني صح. الطفولة، المستقبل، يعني بالتأكيد مش فقط على الصعيد البشري، يمكن أنا برأيي على صعيد الحياة بشكل عام. ونبدأ معك دكتورة، مع أنه يمكن يعني الهدف من هاي الفقرة تحديدا توعوي. صحيح. إن شاء الله يا رب يكون هيك ندق ناقوس الخطر، سواء للأهل، للمؤسسات التعليمية، الجهات المسؤولة عليها دور كتير كبير في كشف يعني أو في كسر إذا بدك جدار الصمت على هاي الأمور. نبدأ معك بأشكال الإساءة بداية. تماماً. أول شيء أنا بشكركم على الاستضافة، يعني شكراً كتير لكم. بالنسبة للإساءة وأشكالها، يعني نحن بنعرف إنها بأنواعها، جسدية، إهمال، إساءة نفسية، عاطفية يمكن، ومعظم الإساءات هي إساءات مركبة. نعم. لأنه إذا أنا حكيت الطفل معرض لإساءة جسدية ولا نفسية ولا إيش ما كان، أكيد يتبعها الإساءة النفسية وآثار النفسية اللي كلنا بنعرفها على الطفل. فبالتالي الإساءة هي أي أذى يوقع على الطفل أو احتمالية وقوع أذى على الطفل. نعم. بالتالي وبالأحرى من شخص مسؤول أو على مستوى ثقة أو مسؤولية عن الطفل. نعم. فبالتالي الإساءة بأشكالها المختلفة معروفة آخرين، ويمكن إذا بدنا نفصل على أكثر شو أشكال كل نوع من أنواع هاي الإساءات، فبنحكي عن الإساءة الجسدية، يمكن معروف متلازمة الطفل المعذب أو متلازمة الطفل المهزوز، اللي هو أحياناً الطفل بغلب كتير، بصرخ كتير، فبنضلنا نهزه. نعم. نحاول نسكت فيه. بيعرف البعض عن آثار هاي النوعية من السلوكات على الطفل وأذاها الجسدي الواضح. يمكن إذا بدنا نحكي عن أشكال الإساءة الجنسية، وهي بالأحرى من أكثر الإساءات اللي يتم التبليغ عنها. نعم. أحيانا البعض بالإساءة الجسدية بيعتبر إنها أنواع الحق أو الأهل والضرب التأديبي، لكن الإساءة الجنسية يمكن نحن بنلاحظ في تبليغ أكثر عن هاي النوعية من الإساءات. يعني هذا اللي بنشوفه بواقع إحصائياتنا اللي عم بنتابعها من إدارة حماية الأسرة. فكمان استغلال للأسف بأعمال الدعارة أو ممارسة الجنس بشكل مباشر مع الطفل، أو ممارسة الجنس ولكن بشكل غير مباشر بإجبار الطفل، أحيانا إكراهه أو ترغيبه في مشاهدة قد تكون أفلام إباحية أو صور فاضحة أو مشاهدة ممارسات جنسية. نعم. لبالغين إلى آخره. لما بنحكي عن إساءة الإهمال، اللي هو التقصير في توفير الاحتياجات الأساسية للطفل، سواء كانت من نواحي التعليم، سواء كانت من التوفير التغذية، المأكل، الملبس إلى آخره. فهي الجانب العاطفي قد يكون الإهمال العاطفي. تمام. يعني. تمام. فنحن بنحكي الجانب العاطفي أو النفسي هو بالعادة يلحق بأي نوع من أنواع الإساءة اللي ذكرناها سابقا. بالفعل هي متلازمة. إذن أنا حتى نسهل على المشاهدين وحتى نكون كتير شفافين، حابة يعني بعد إذنك أنه نصنف موضوع الإساءة
أو العنف لعنف أسري مدرسي مجتمعي، حتى ندرك إيش الأرقام وحجم المشكلة اللي إحنا فيها. ونبلش من العنف داخل الأسر، ومثل ما حكيتي الأصل وللأسف إنه اللي بيمارس العنف هو شخص مسؤول، والأب والأم يعني بدل مصدر للحنان والرعاية مرات كتير عم بيكونوا مصدر للخوف والرعب، يمكن هم ضحايا عنف بالنهاية وفقد الشيء لا يعطيه. صحيح. لو بنحكي عن عنف أسري دكتورة، شو واقع حالات العنف عنا؟ وإذا عم تحكي وأخيرا صار في كسر لجدار الصمت وفي تبليغ عن الحالات الجنسية، إيش الأرقام اللي عم نحكي عنها؟ يعني أنا ممكن أزودكم بأرقام، ولكن بحب بس أعقب على فكرة إنه العنف بيبدأ من الأسرة، لأنه يمكن أسلوب التربوي في التعامل مع الأطفال نعتبر إنه من حق الآباء تأديب أطفالهم من خلال التأديب الجسدي أو الضرب، فبالتالي تحصيل حاصل بنلاحظ الطفل في المدرسة هو بطريقة التعامل اللي تعود عليها، حتكون من خلال العنف سواء مع الأقران. للأسف الكادر التعليمي كمان بتعامل مع الأطفال مع الطلاب بطريقة فيها إيذاء قد يكون نفسي أو دي. وحتى جنسي، يعني آخر إحصاءات عملتها اليونيسف أنا صعقت فيها 70% من الطلاب على مقاعد الدراسة يتم التحرش فيهم تماما، يعني وهذا كمان بدخلنا لموضوع أعقد، وهون كمان ندخل بعنف آخر من المجتمع. هالأطفال بتسربوا من المدارس، البيئة طاردة. صحيح. وبالتالي بنخرطوا بثقافة المجتمع الأطفال وعنف من وهي المجتمع. بالآخر دائرة مفرغة. بالضبط. فإذا بدنا نحكي عن واقع العنف في الأردن، أنا يعني في الدراسة اللي أصدرتها اليونيسف سنة 2007 كانت بتحكي حوالي 50% من الأطفال بتعرضوا لإساءة جسدية من قبل ذويهم أو من قبل والأكبر أو من قبل المعلمين. للأسف الكادر التعليمي حوالي 70% من الأطفال بتعرضوا للعنف اللفظي في المنزل، وهذا كتير يعني لما بنتعامل مع أسر ما بيعتبروا شيء، شو يعني أنا حكيت لابني أو قللت من قيمته أو شفته أو أعطيته ألقاب معينة، يمكن هذا بالنسبة للعالم شوي بيستهجنوا إنه شو يعني لما أحكي له بهاي الطريقة، ما بيدركوا الأثر النفسي على الطفل. حوالي الشخصية كلها بتنهز بتهيألي. بالضبط. حوالي 30% من الأطفال بتعرضوا للعقاب البدني من قبل أحد أفراد الأسرة. ثلث الأطفال بتعرضوا للإساءة الجنسية سواء من قبل أقرانهم في المدرسة أو البالغين أو الأطفال اللي موجودين في الحارة أو في الحي. عم نحكي عن إحصائيات 58% من الأهل بيؤمنوا بأن العقاب البدني هو أسلوب فعال في التربية، ويمكن دائما بنلاحظ أنه بيكون طرحهم إحنا تربينا بهاي الطريقة وشوفوا ما أحلانا ما شاء الله علينا. أمورنا تمام. 55% من الأهل بيشوفوا بأنه من الضروري استخدام العقاب البدني في المدارس، بالعكس حتى بينتقدوا بعض المدارس انه هي ما بتستخدم العصاي. العقاب البدني، وبالتالي شوفي اطفالنا كيف وضعهم بالمدارس سيء او انه متراجعين بالدراسه او الاخره. هاي بالدراسه تبعت اليونيسف 2007. ما ذكرتي عن الرقم المتعلق بالاعتداءات الجنسيه او الاغتصاب اللي بيتم يعني في داخل الاسر او بشكل عام، هل هذا سببه قله الارقام الموجوده عندكم، ولا عاده تشعري حتى مرات الجهات المسؤوله قد تغيب الارقام لمدارات عن الاعلام او لانه في عندها اجراءات روتينيه طويله او ما بدها يعني عشان الادله او القضايا اللي ممكن تنرفع؟ هلا حاورد لك احصائيات اداره حمايه الاسره، ولكن كمان من واقع عملنا مع مستفيدين مباشرين كثير من الحالات، وهذا واقع، كثير من الحالات بتيجينا تطلب الخدمة النفسية الاجتماعية لأطفالها. نعم. بعد التقييم، والتقييم اللي هو بتقييم مهني وفني، ممكن يجينا الطفل بمشكلة معينة على السطح، مشكلة معينة ظاهرية. لما بندخل بتقييم عميق أحيانا نجد إنه في إساءات جنسية أو تحرشات جنسية من داخل الأسرة أو من خارجها. فكمان مرة أنت يعني قد يكون من أي أعمار دكتورة بيتم التبليغ عنها؟ من أي أعمار؟ يعني إيش الأعمار اللي بتتركز فيها تحديداً هاي المشاكل؟ صدقاً يعني هلأ ما عندي رقم محدد، ولكن
نحن تعاملنا مع كل الأعمار. نعم. يعني الطفولة المبكرة، فترة المراهقة، الطفولة المتأخرة، موجود كل الأعمار. يمكن البعض يستهجن طفولة مبكرة، نعم بتعرضوا للإساءة الجنسية. يمكن هذا بحاجة، لو حكيتي لي سابقا ممكن أزودك بمثلا شو النسبة الأكثر، ولكن نحن كمؤسس نهر الأردن لما نقدم خدمة نفسية اجتماعية نحن بنجد كل الأعمار. طبعا تمام. هلأ إحصائيات إدارة حماية الأسرة عم تحكي عن الإساءات يمكن بتفصيل، بس نحكي عن التبليغ أولا، لأنه أنا متفائلة أكثر مني متشائمة في موضوع إنه عم نجد إنه الآن عم بيصير في وعي. يعني لما بنرجع لسنوات سابقة يمكن كان تابو ما ينحكى أبدا عن موضوع الإساءات بشكل عام، فما بالك الجنسية. نعم. ولا زال للآن التكتيم إعلامي والتكتيم مجتمعي يعني ممكن يخافوا، أو حتى أحيانا الخبير بخاف يطلع يحكي بهذا الموضوع، لأنه لكن كمان مقارنة يعني يجلد من بده عنده جرأة مرات لطرح مثل هاي الموضوع طبيعي موضوع. ولكن مقارنة السابق يعني نحن بنحكي ماشيين خطوة للأمام إن شاء الله. إن شاء الله تكون. هلأ حالات التبليغ لعام 2011 حوالي 7931 حالة. هاي بلغت هاي الحالات بأشكال الإساءة المختلفة للإدارة، لإدارة حماية الأسرة. نحكي عن عنف ضد النساء وضد الأطفال، وبالأكثر عن الإساءات الجنسية. نعم. كمان ما بين سنة 2006 ل 2011 تم إحالة حوالي 3849 قضية عنف ضد الأطفال. نعم. إلى المحاكم. لما نحكي حالات حولت إلى المحاكم، نحن كمان مرة عم نحكي بإساءات بأنواعها المختلفة، وبالأكثر تتركز ما بين جسدي وجنسي. بصير يعني أستوقفك هون، لأنه حكيتي عن المحاكم، هل برأيك القوانين والتشريعات اللي عندنا مفعلة بالطريقة المناسبة؟ ويعني في أيضا للأسف مرات كتير أنا بدي أسميه مجرم أو جاني اللي برتكب أي عنف ومسيء بحق الطفولة وحق الأطفال، لكن في كتير يعني جمل مطاطة أو كلمات مطاطة أو ضبابية بتغلف بعض البنود. لو نحكي ضرب تأديبي، يعني بالنسبة للأب أو الأم هذا بالنسبة لي الضرب التأديبي، يعني ما في توضيح أكثر لمفهوم الضرب التأديبي. مثل ما تفضلتي حضرتك، المعظم بيعتقد إنها الطريقة الفعالة. في عنا ولا بآخر فترة يمكن الكل عم بسمع قد في جرائم القتل بدافع الشرف، وأحيانا تكون من الأب أو الأخ، والفتاة معظم تكون ضحية، ومرات المشكلة بتكون بسبب ميراث، ونعطي أحكام مخففة للجاني. الاغتصاب والبند الذي ينص إنه والله المغتصب يعني له الحق انه يتزوج الضحيه ويبقى يغتصبها مدى الحياه، هل بتشعري انه القوانين والقوانين ما بعرف عادله للضحيه، للحلقه الاضعف من طفل او فتاه احيانا؟ هلا يمكن لو بدنا نحكي عن التشريعات والقوانين بحاجه لحلقات في هذا الجانب، ولكن انا بدي اشير لا انت ذكرتي هل هي مفعله. نحن عندنا وجهه نظر والقوانين قبل ما نحكي مفعلة أو غير مفعلة. نعم. نحن بنشوف في بعض التشريعات فيها فجوات، فيها خلل بحق الضحية. نعم. يعني أنت ذكرتي مثلا مادة 308 من زواج الضحية من المغتصب. نعم. ونحن بنعرف شو الآثار النفسية والاجتماعية على الضحية. نعم. هي ضحية بالآخر، عم بنسميها عم تتزوج المجرم. نعم. لحل القضية. طبعا. هل هذا عادل؟ لما بنحكي عن الضرب التأديبي، وأنا بدي أنطلق من الأمثلة اللي أنت ذكرتيها، الضرب التأديبي مادة 62 عدلت بال 2010، ولكن كمان مرة لا زالت مطاطة. لما بنحكي عدم تعريض الطفل لأذى نفسي أو جسدي، ومن حق الآباء إنهم يضربوا الضرب التأديبي ولكن بدون تعريض لأذى نفسي أو جسدي وفق العرف العام. وفق العرف العام شوي مطاط. مين بيحدد شو هو العرف العام؟ صح. وهل احنا تابعنا الاثر النفسي لهذا الضرب على الطفل؟ هلا في تشريعات اخرى، قانون الحمايه من العنف الاسري. نحن هذا القانون لما بنحكي عن لجان العنف الاسري، اول شيء هو غير مفعل الان، ولكن كمان في جوانب فيها خلل. نعم. انا لما احاول اعمل محاولة توفيق ما بين الزوجين. نعم. ومحاولة الإصلاح ما بينهم،
إذا وافقوا على إنهم ينعرضوا للجان الوفاق فبالتالي أنا إلى القضية إلى المحكمة. هي فرصة طبعاً. للزوج طبعاً. المسيء إذا كان مسيء مثلا طبعاً. أو المعنف إنه عشان ما أوصل للمحكمة أنا بقدم تنازلات ظاهرية حتى أفلت من عقاب طبعاً. معين طبعاً. فبالتالي نحن بنشوف في خلل في بعض الأحيان غير مفعل، في بعض الأحيان بحاجة لإعادة نظر. تشعر يعني بالفعل للأسف يعني يمكن هاي كمان يعني العنف بالنهاية ظاهرة على عالمية موجودة في المجتمعات المتمدنة والمتحضرة وعند المتعلمين وغير متعلمين، لكن دايما عالم الجريمة له قوانينه وسبله اللي للأسف بتكفل للمسيء والمجرم أحيانا فرص انه يتفلت من بالزبط. العقوبه احنا يمكن ما ضل معنا كثير وقت، لكن في موضوع في غايه الاهميه بدي احكي فيه. قد ايه بتشعري انه عدم مكاشفتنا ومصارحتنا يعني مع اطفالنا وحوارنا وتحديدا فيما يتعلق بامور الثقافه الجنسيه، لانه حتى الاب والام يعني بيلاقي مليون الف حجه قبل ما يتطرق لمثل هيك مواضيع مع اولاده، قد تكون سبب في وقوع هذا الطفل في الفخ او المطب، لانه احنا يعني في كثير من الأطفال مش فاهمين ومدركين أحياناً خصوصية جسدهم. صحيح. عم نحكي عن طفولة مبكرة. طيب. يعني هون بدي أنطلق في مقترحات حلول ممكن أنت تقدميها للأهل. هلأ أنت عم تحكي في مرحلة الطفولة المبكرة، نحن بيجينا حالات في مرحلة طفولة متأخرة في مرحلة مراهقة موجود. ومعرضين لإساءات جنسية وفي جهل تام بأنه اللي كان يحصل معه كان يعتقد بأنه طبيعي عادي للأسف. ما في أي مشكلة. وأحيانا للأسف أحيانا لما تدخلي مع الأسرة في مثل هذه النوعية من الحوارات والتثقيف ولا تبدي بدك تأهلي تكتشفي أنه عند الأسرة نفسها جهل تام. لما تيجي الأم تحكي طب شو يعني هيك إخواني كانوا يعملوا معي أو إلى آخره، فواضح هو في جهل. وهذا أنا بحب أنطلق من أنه دور مؤسس نهر الأردن في الجانب التوعوي كبير جدا في هذا المجال، سواء على مستوى التدريبي، على سواء على مستوى محاضرات توعوية، سواء على مستوى حتى في المدرسة محاولة خلق بيئة آمنة مدرسية طبعا مع الشركاء. أنا ما بحكي هي قضية وطنية موضوع طبعاً. الحماية طبعاً. من العنف، ولكن لا زال في عدم وعي عند الأسر، وهذا بينعكس تماما على الأطفال. أطفال لما بيجوا معرضين للضغط للإساءات الجسدية أو الجنسية في المدارس، هو أحيانا بيكون في عنده رهبة أنه يخبر الأهل عن اللي تعرض له، لأنه ما عنده وعي أنه هذه الأمور من حقه يعبر عن الأذى اللي تعرض له. نعم. يعني تشعري، وللأسف هون أنا بشعر التركيبة النفسية للمعنف هي مشوهة بالتأكيد، في مشكلة كبيرة في المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية عنده، لكن إذا هو متربي أيضا بهاي الطريقة، إذا وين الحل يعني؟ الحل بصراحة هو أنه تتكاثف الجهود، الجهات يعني الرسمية الجهات عم بتكون بأدوارها يعني زي ما لازم برأيك؟ يعني على الأكيد إحنا بنطمح للأكثر من هيك. في محاولات، بس كمان مرة أنا بأكد هي قضية وطنية، فإحنا بدنا نحاول تكاثف كل الجهود سواء جهات رسمية أو غير رسمية، لأنه هاي قضية عم نشوف آثارها الآن بالعنف اللي بالجامعات يعني، وعنف وصل ضرب أطنابه يعني. فكمان مرة نحن بحاجة لبذل جهود أكتر، جهة واحدة ما بتقدر تشتغل لوحدها. ويعني للأسف الوقت دهمنا، ولا في لسه صور أبشع وأشد بشاعة أكيد بمراحل لما التجار حتى بالأعضاء الأطفال تمام. أو زي ما حكينا إقحامهم بالكثير من الأعمال لا تتناسب طفولتهم وأعمارهم. يعني إحنا بنوعد المشاهدين يمكن الاثنين القادم هو اليوم العالمي لحماية الأطفال من الإساءة، وإن شاء الله من خلالكم من خلال مؤسسة نهر الأردن ومع خبراء آخرين رح نكمل بها ولن نطويه إلا يعني هيك مجتمعين والجهات كاملة تكون مجتمعة على الأقل نخفف من هالأرقام إن شاء الله. بثواني بتحب توجهي آخر رسالة ولمين؟ يعني أنا بحب أوجه رسالة بصراحة لكل الجهات لأنها قضية وطنية، منها في عتب على الإعلام والإعلام الرسمي. قضية الإساءات أو العنف بشكل عام هي قضية حساسة، ولكن كمان مرة نحن بنشوف في تعتيم أو في خجل في طرح مثل هاي المواضيع. نحن بحاجة إلى أنها تطرح بشكل شفاف وصريح، هذا أولا. نحن في توصية لأنه نحن جزء من الفريق الوطني بأنه يكون في جهات مستقلة تعمل على
تكون لها دور في المتابعة وفي التقييم. صح. وفي مساءلة الجهات المسؤولة عن التنفيذ. فكمان مرة لأنه بدون وجود مثل هذه الجهة نحن ما بنقدر نحكي أنه في عنا نظام وطني طبعاً. للحماية طبعاً. فكمان مرة أنا بأكد أنها هاي قضية وطنية، فبالتالي لابد من الجهود المشتركة. وموضوع أساسي جدا، في ناس للأسف تعتبره هامشي أو ترف فيه، لكنه أبدا أساسي. إحنا لا نعيش بمدن أفلاطون طبعاً. أكد عليه أنه الإساءة ضد الأطفال هو خط أحمر طبعاً. تجاوزه يعني التعدي بالفعل على المنظومة الدينية والقيمية. صحيح. والإنسانية في ممارسات وانتهاكات للأسف لا يمارسها الحيوان أحيانا وتمارس من للأسف. من قبل الإنسان. يعني متأمل، مش رح نحكي أنه نكون يعني المجتمع يكون خالي من العنف، مشكلة أزلية هاي ولها جذور راسخة وعميقة، لكن متأمل بالفعل أنه يكون في تفاؤل أكثر مثل ما أنت متفائلة حضرتك إن شاء الله، وتحسن في الواقع اللي عم بيكون على الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتورة منتهى الحراسيس، أشكرك جزيل الشكر على شفافيتك على طرحك الموضوع بهالقالب اللي إن شاء الله يا رب يكون سلس ووصل عقول وقلوب المشاهدين. شكرا شرفتينا ومشاهدينا. بعد هالفاصل استكمال لفقرات يوم جديد، خليكم معنا.